أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وهذا كان تقريرنا وتقرير شامل حول فاشن دار الأزياء مرجلة. ومن فاشن وعد حنمشوا على طول لفقرة بلانت راب، واليوم حنشوفوا مع بعضنا تقرير خاص على فنان الراب الليبي وايت بوي اللي يخطو في خطوات كبيرة نحو العالمية من خلال نشاطاته على الهلبة على التواصل الاجتماعي وسرعة يعني تفاعله مع معجبيه، ويعمل في مشاركات فنية كبيرة آخرهم مع الرابر الليبي باد بوي. أما توا نشوفوا مع بعض انفوغراف خاص على الرابر الليبي وايت بوي من بعد راجعين في حوار حصري معاه على برنامج فلاش باك، خليكم متابعين. درت زمان شنبينا من الدنيا هذه غير رضا الولدين، حتى خش الحوش النادي نسل طول امي وين نلقاها معتصم او زي ما يحب يسمي روح الوايت بوي. هو شاب مغروم بفن الراب، دي مشواره سنة 2009. وقتها كان الراب محظور في ليبيا، لكن وصل وقعد يشتغل وينتج في اغاني وصل صوته لليبيا بشكل عام. اسكت ما تسكتنيش، خلي لي بخاطري نقوله، بتقول ما تجيش ديما نكد مش معقوله، ما تلومنيش افهمني ورخي لولا يا دقه ما تجريش واحده واحده تو نحكولا. الوايت بوي زي ما نعرفون شهر هلبة بيغني ولقيت نجاح كبير، وزي ما نعرفوا الوايت بوي تعامل مع هلبة فنانين من المجال وحتى من مجالات فنيه اخرى، واشهرهم تعامله مع حامد العربي ابن الفنان الراحل حسن عربي، وكان حامد هو اللي صور له ويسجل له اغاني. الوايت بوي رابر نشيط، كان صرح أن دخل المجال الراب ما كانش بالصدفة، بل كان عمل مدروس للوصول بفنه للعالم كامل، وهذا اللي شفناه مع المعتصم. دار حفلات حتى خارج ليبيا وخاصة في تونس، ونخص بالذكر حفلة المركز الوطني الثقافي الفرنسي سنة 2016، وحفلته في الأردن بدعوة من القناة خاصة. مش معقولة ما تلومنيش أفهمني ورخي لولا يا دقة ما تشريش واحدة واحدة تونا حكولة. الوايت بوي دار حفلات هلبة في ليبيا، ومن أكثر الحفلات اللي خلصت فيها تذاكر كانت في مسرح الكشاف في ليبيا، وحفلته مؤخرا في مدينة جربة بتونس. معصم دار أغاني مشتركة مع هلبة فنانين، ونخص بالذكر أغنيته مع الراحل مراد الليو، وأغنيته مع الرابر ام سي ميكو والرابر الباد بوي، لكن آخر أعماله هو فيديو كليب مع أغنية مشتركة مع الرابر الباد بوي اللي راح تنزل قريبا في السوق. ما يمتلكش الوايت بوي مدير أعمال بالرغم من كثرة عروض الفنية، وهذا بعد ما صرح معتصم أن الوقت الحالي ما يستحقش إدارة أعمال، وفي القريب العاجل بيدير إدارة كاملة خاصة به وبأعماله. وحاليا وايت بوي يحضر في ألبوم جديد، ولكن بعد انتهاء أزمة كورونا. الكلام للي بتكون مرتي ست الحبايب انتي، ربي يطول لي في عمرك باش تفرحيلي ونشوف صغيرتي في عمرك. أما توا مشاهدينا بعد ما شفنا انفوغراف خاص بالرابر الليبي وايت بوي، توا نقولوا ألا وايت بوي مرحبا بيك في برنامج فلاش باك. مرحبتين بتول، ومرحبتين بكل المستمعين ولكل العاملين بقناة وعد، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك معتصم. طبعا أنا حفضل أني نقول لك معتصم مش وايت باي، رغم أنه وايت باي اسمك الفني، بس معتصم قاعد ممكن أخف علي. أكيد أنا أصلا ما فيش فرق، عادي زي اللي يقولي معتصم زي اللي يقولي وايت باي عادي يعني. أوكي، أول حاجة بنبدأ معك فيها هو سؤال يعني خاطر في بالي أنا ليه مدة. معتصم أنت بديت تقدم في راب، في البداية لاحظت أنها كانت ممكن التعليقات اللي تجيك ديما إيجابية من جمهورك، كلهم قاعدين يتفاعلوا معك بإيجابية تامة. بعدين مؤخراً بديت نلاحظ أنه قاعد يصير في نقدر نقوله هجوم غريب عليك، بدأ عندك كي شوية حاقدين، وهذا الشيء ما كانش عندك قبل في الأساس، فأنت شن تشوف السبب؟ والله شوف يا بتول، هو في من الجمهور، في من الجمهور اللي تابع فيا مثلاً من بداية المشوار، فهمت؟ الناس ما متغيروش بكرة، مستحيل يتغير. في من الناس زي ما تقولي مؤخرا يعني في السنين هي الأخيرة بدأت تتابع وبتسمع في راب، فأنا نعتبر فيهم الناس هي ما هم الجمهور، الناس الحاقدة هذه والناس اللي يعني تعليقاتها سلبية ديما، فنشبح فيهم ما هم الجمهور هذا، وناس يعني ما يتمنوش الخير للناجح،
ونفس الوقت قصدي الإنسان لما يقول لما يكون ناجح ولما يكون عنده اسم كبير فبالطبيعي يعني حيكون لي ناس حاربة وحيكون لي حاقدين. فالحاجة يعني ما تأثرش فيها بكل بالعكس وما ندورش فيهم بكل يعني مخليهم يعني ممكن تسمعوا للانتقادات البناءة لكن الانتقادات الثانية اللي يكون فيها حاجات غير محبذة عندك يعني ديما تعتبر فيها كأنها مش موجودة. أنا النقد البناء هذا نحبه يا بتول فهمتي قصدي نتمنى يعني الناس كلها يعني مثلا حتى أصحابي فهمتي في حاجة نديرها يعني مثلا فغنية ما تعجبهمش ولا حاجة يجوا يقولوني مثلا كان درتها هيك خير مرة تانية دير هيك يجي خير فهمتي فهذه الحاجة تفرحني يعني ونتطبل فيها بكل رحب وسرور. لكن اللي يجي يقول لك راهو ما تنفعش وانت شدير وانت كذا فالناس أيام تشوف لاش بكل معتصم طبعا معتصم أنا توا أنت قلت لي أنك أنت قاعد في الاستوديو قاعد تسجل في شين قاعد تسجل شن هي الأعمال اللي حتقدمها توا ممكن أنك أنت مثلا تعطينا أسماءها أو على الأقل على شين قاعد تحكي فيهم للأعمال هادو. والله يا بتول شو بنقولك أنا قاعد نسجل في أكثر من التراك الفترة هذه قاعد في الاستوديو شبه يوميا عندي فيتات وعندي أغاني بروحي حاليا كيف تميت أغنية تمت تسجيل تراك أنا وطبعاً الأغنية هذه فيت بيني وبين أسامة الباد بوي حاجة واقعية حاجة جنينة وعندي حاجتين بروحي حتى هم سجلتهم حاجة واقعية هل حتكون يعني زي ما تقول دس بناتكم حتدسوا بعض يعني في نفس الأغنية أو أنتوا الزوز حتحكوا على نفس الموضوع زي أغنية هنا وغادي اللي شفناها لك مع ميجو؟ لا الحاجة هذه الزوز نحكوا على نفس الموضوع موضوع معين هو موضوع في حتى زي ما تقولي موضوع توعوي شوية هيك مؤثر شوية الموضوع على شنو الموضوع هذا معتصم أنا إنسانة فضولية لازم نطلع منك الزبدة اليوم. والله الموضوع هذا يعني نحكي إن نشوف إنه في الوقت زي ما تقولي تغير شوية إحنا كبرنا هيك تغيرنا فهمتي كيف بدينا نديره في حاجات غلط ونقول الظروف هي اللي خلتنا نديره هيك مثلا فهمتي يعني بدينا نغض ونقول كله من الظروف يعني الظروف والوقت هو اللي خلاني ندير هيك يعني الموضوع يحكي على الموضوع هذا زي ما تقولي الهدف من الأغنية هو زي ما تقولي توعوي شوية فعلاش احنا نديره هيك ونقوله كله من الظروف مثلا فهمتي. طيب معتصم امتى حيتم اطلاق العمل هذا يعني للجمهور بحيث انهم هم يسمعوه ويبدا متاح لهم؟ والله تو التراك هو مازال التصوير نقوله ديما مثلا يومين ثلاثة تصوير يبي مونتاج كي حوالي مثلا أسبوع بالكثير بالوساع فنقول يعني مثلا أسبوعين بالوساع بالكثير. مع من متعامل مخرج أو مصور؟ المصور حاليا قاعدين ما رسيناش قاعدين ما اتفقناش قاعدين ما اخترتوش. أنا عندي أشخاص نصور معهم قبل زي حامد عربي وزي صديقي حتى هو سليم الشبل هو موجود في تركيا هو كان قاعد في ليبيا كده تصوير يعني حيكون منه هو في ناس هلبة تصور تو في ليبيا ما شاء الله فقاعد يعني ما اتفقتش أنا ومصور باش نصور التراك هذا أول ما ناخذ الأغنية بإذن الله غضوة إن شاء الله كنصد ربي حنتفاهم أنا ومصور وحنبدأ في التصوير. أكيد إن شاء الله بكامل التوفيق لك معتصم وأكيد يعني أنا واحدة من جمهورك أكيد أنا وجمهورك كلها قاعدين يعني منتظرين العمل هذا اللي حيجمع بينك وبين الباد بوي وأمتى حتنزلوه. أنا يعني مش عارفة كيف متفائلة أنه هو حيحقق نسب مشاهدات عالية سواء على اليوتيوب أو حتى في الشارع الليبي بين الشباب. حتى أنا متفائل راو بالأغنية هذه بالذات بالتراك هذا بالذات إن تعبنا فيه هلبا راو تعبنا في الكتابة وتعبنا في التسجيل يعني أعطناها حقها بإذن الله حتنجح. بكامل التوفيق ليك معتصم وأكيد حيكون لينا لقاء تاني معاك في برنامج فلاش باك باش نحكوا على الأعمال هذه كلها اللي أنت قاعد تصور فيها توا وقاعد تنتجها توا. شكرا جدا ليك كنت معنا في فلاش باك. شكرا بتول وشكرا قناة وعد وأكيد بإذن الله حنكونوا في لقاءات تانية أنا دائما في تواصل معاكم ونتمنى لكم التوفيق حتى أنتم. أكيد شكرا جزيلا.